متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم النشرة الجوية التي نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض. خلال هذه الليلة يسود طقس مغبر مع 15 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة 13، نسب رطوبة متدنية حوالي 31%، أما سرعة الرياح ستكون معتدلة حوالي 21 كيلومتر في الساعة شمالية غربية الاتجاه. بالنسبة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يسود طقس مستقر خلال بداية الأسبوع تحديدا يوم الأحد. طقس صافي في كل من سكاكا وعرعر وتبوك، سكاكا 24/11، عرعر 23/11، تبوك 25/14. بالانتقال للمنطقة الغربية نبدأ من جدة يسود طقس أيضا مستقر تفرق لبعض الغيوم 31/22، المدينة المنورة 29/18، مكة المكرمة 37/24، أما الطائف 26/14 مع طقس مستقر بشكل عام. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية الباحة 22/15، أبها 23/13، جازان 29/24. بالنسبة للمنطقة الشرقية لا تزال المنطقة الشرقية تتعرض لرياح شمالية غربية نشطت السرعة تمعا لإثارة الأتربة والغبار في كل من الدمام حفر الباطن والإحساء. الدمام ستسجل 29/15، حفر الباطن 24/12، الإحساء 29/15. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة الرياض حيث يبقى الطقس مغبر في العاصمة الرياض 27/13، بريدة أيضا يبقى الطقس مغبر 24/11، في حين يكون الطقس صافي في حائل 21/8 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى بداية أسبوع موفقة للجميع، إلى اللقاء.